غريبة بينزلوها، نزلوها تحت في المدفن، ولقينا 2 منهم لابسين هدوم بيضة ومغطيين وشوشهم وماسكين كرابيك في ايديهم، منظرهم يرعب. برضو نزلوا تحت، جربوا النزول والطلوع، وشوية ولقيناهم طلعوا تعابين من اكياس قماش كانت معاهم. اترعبت وسألت صبحي هما هيمثلوا فيلم ولا ايه يا عم صبحي؟ فيلم ايه بس يا صلاح، اسكت، ده شغل كبير ما بيحصلش الا مع البلاوي الكبيرة بس. ابويا قال الله، هي ايه العبارة يا صبحي يا ابني؟ ما تفهمونا يا اولاد. يا حاج، الراجل اللي في عربية الاسعاف ده محاسب في شركة بتاعت واحد من الكبار، وكان رايح يسحب فلوس للشركة وراجع، راح واخد الفلوس متاويها ورجع الشركة يقول لهم احبسوني عشان انا مش هرجع الفلوس دي، وسلم نفسه. يوه يوه يوه، طب وبعدين يا ابني؟ ولا قبلين حق صاحب الشركة اتجنن وبلغ، ورحنا خدنا الراجل، وهاتك يا ضرب مش نافع، بهدلة مش نافع، ايه جنن. وده كلام برضك؟ هو انتوا في حد بيقدر عليكم؟ ده انتوا مفتريين. لا 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 لا، ده واد ابن حرام دماغه سم الواد، واحنا بنضربه في عز البهدلة والكهرباء راح قايل ايه، خلاص اعترف. قلنا خير، وفعلا كتب لنا عنوان جوز اخته وقال انه شايل الفلوس معاه. جبنا جوز اخته وخد الطريحة التمام، وبعد ما عدمناه العافية برضه ما قالش حاجة. راح ابن الحرام ده قايل ايه؟ الصراحة هو ما يعرفش حاجة، بس انا قلتلكوا كده عشان كان مبادل اختي معاه وبيضربها، قلت ربي امه شوية. ابويا فضل يضحك ساعتها لدرجة انه كان حيقع من طوله. حتى صبحي ضحك، وحسينا كلنا اننا حبينا الراجل ده، مش عارف ليه كأننا بنحب اي حد يدوخ الحكومة حتى لو كان حرامي وبلطجي. كمل. ضحكنا جميعا حتى فعلنا من كثرة الضحك، وكان صلاح يضحك ايضا، وراح الجالسون يضربون كفا بكف، وانهالت التعليقات من الجميع، بين معجب بالرجل وبين متحفز لمعرفة المزيد. بس يا اخوانا، وبعد ما ضحكنا لمؤاخذة ابويا سأل صبحي. وبعدين يا صبحي، مات الراجل في ايدكم يا ولده؟ مات مين؟ بقول لك ده راجل ابن شياطين. ها؟ ازاي يا ولدي؟ قول. الواد قلنا نتعامل معاه ونخوفه بشرفه لمغز، بعتنا الباشا نجيب مراته ولسه هنتعامل معاها، راح صرخ ابن الحرام وقال ايه، استنوا قبل ما تلمسوها، روحي يا بنتي وانتي طالق، اعملوا بقى اللي انتوا يعجبكم فيها. هنا صرخ كل الموجودين بالحوش من الضحك، حتى امسكت بطني بكلتا يدي من شدة الالم، ووقع احد الجالسين امامي الى الخلف، واحمر وجه صلاح نفسه، ثم استراح قليلا وأشار بيده لنا لنصبر حتى يكمل، وحاول الجميع كتم الضحك داخله حتى نكمل ما حدث، ثم تابع صلاح. استبروا بس، أبويا بقى يعض على الشال اللي هو لابسه عشان يكتم الضحك قدام الناس. وبقى مش قادر يلقط نفسه، لدرجة ان صبحي مش بعيد عننا بسبب الضحك اللي بيضحكه أبويا، لكن أبويا مرضيش يضيع الفرصة، فلحق نفسه بسرعة وقال روح اعمل دور شاي وتعالى بسرعة. وبسرعة البر حضرت الشاي وقدمته للي واقفين، ومرة تانية قدر أبويا يسحب صبحي ويجرجره يرجع يقف جنبنا، وميل عليه وقال له كمل يا صبحي يا ابن الله يخرب بيوتكو. ضحك صبحي، اصله كان متعود على طريقة ابويا دي في الكلام والمناخشة، وما يتضايقش، بالعكس فضل يبص حواليه ويفحص الموجودين عشان يطمن ان محدش شايفه، ولما اطمن ان الضابط لو اخذ بعيد خد راحته كده وقال الراجل صاحب الشركة طلع امريكان يا حاج، وقلب الدنيا ومبقيناش عارفين نعمل ايه، فضلنا نضرب في الواد ده مفيش فايدة، لحد ما الراجل صاحب الشركة جاب لنا واحد بيه اجنبي كده من بتوع بره، قعد مع البهوات واتفق معهم على كل حاجة. ايه هي كل حاجة يا ابني؟ ما تخلص. هقول لك حاج، ادوله حقنة منومة يا حاج عشان الايام تتلخبط معاه، وجمعنا بيانات عنه من يوم ما اتولد، وجهزوا له اللي انت شايفه ده كله كده، وكفنوه كانه ميت، والناس اللي لابسه ابيض حواليه دي
كأنهم ملائكة الحساب اللي هيحاسبوه وهيحاولوا معاه ونشوف. أبويا بقى وقتها تعاطف مع الراجل ده قوي قوي لدرجة إنه سبلهم بصوت عالي: يا ولاد ال... وجاري صبح بعيد عننا وأصر أبويا بعدها إنه يشوف كل حاجة بنفسه. وفعلا ده اللي حصل. قعد أبويا يلعب بيهم ويقول: خلوا بالكوا هنا الحيط مهيف وممكن يقع على حد، خدوا بالكوا. وعملها ابويا بطريقته الحريفه دي، فقدرنا نلهيهم ونفضل واقفين قريب عشان نشوف. المهم يا سيادنا، جهزوا كل حاجه، ولمده ساعتين ورا بعض يا مؤمنين كان فيهم الراجل بيتسال عن كل حاجه في حياته لمؤاخذه، والاسوعه بالكرابيج والتعبيد تجري من حواليه لحد ما اتجنن يا ولداه. وفي نهايه الساعتين دول قالوا له: انت عارف انت ازاي مت وعشان ايه؟ فضل الراجل يبكي من اللي شافه على ايديهم. وسألوه في الاخر السؤال اللي كان محيرهم: الفلوس الحرام دي نفعتك بايه بقى؟ رد الراجل المسكين يا ولده وقال: والله معاكو حق، ده زمان سعيد ابو ميدني هياخدهم ولا حتى هيفتكر عيالي بحاجه منهم. فجأة ولعوا النور وطلعوه يا مؤمنين، وجريوا على اللي اسمه سعيد ابو ميدني ده وجابوا الفلوس، وهميت حصر على الراجل فقد عقله من اللي شافه. جنن. وعرفنا بعدها انه مات الله يرحمه في مستشفى المجانين. كانوا جميعا يضحكون و...